نظم الاتحاد المصري للحمام الزاجل مهرجان سباق الحمام الزاجل بخمس محافظات. يشارك في هذا السباق في هذا العام 140 متسابق في أول إطلاق للمتسابقين بالوجه البحري بعد توقف دام لنحو عامين بسبب جائحة كورونا. نظم الاتحاد المصري للحمام الزاجل مهرجان سباق الحمام الزاجل بمحافظات الغربية والمنوفية والأسكندرية والشرقية والبحيرة. رئيس الاتحاد أحمد خليفة أوضح أن عدد المشاركين في هذا السباق لهذا العام بلغ 140 متسابقاً يمثلون نحو خمس محافظات، فيما بلغ عدد الحمام 4000، موضحاً أن المهرجان يتضمن منطقة لتجميع الحمام من عدد من المحافظات بعد توقيع الكشف الطبي البيطري على الحمام المشارك ونقله إلى منطقة الانطلاق في السلوم بمحافظة مطروح. معنا خمس محافظات، الغربية والشرقية والمنوفية والبحيرة واسكندرية نسبات الجمهورية. قطاع الوجه البحري فيه تقريباً 2500 فرد حمام، القاهرة الكبرى عنده حوالي 4000 فرد حمام بإجمالي عدد 6500 فرد حمام، تقريباً 351 متسابق. نشاط رياضة زي أي نشاط بيمارسه أي شخص، زي كرة القدم، زي السباحة، زي التنس، محدش يعرفها كتير. أنا كمربي بحس بمتعة يعني جميلة جدا لما حمامة بتبقى متسايبة من مسافة 300 كيلو 400 كيلو أو من أسوان 600 كيلو وبترجع لك، بتقابل الحمامة دي صعوبات كتيرة جدا جدا جدا، بتبقى فرحة محدش يعني صراحة ما بتتقدرش بمال ولا أي حد يقدر يحسها ولا يوصفها غير مربي الحمام وعاشق تربية الحمام الزاجل. بيقطع مسافة من أسوان لغاية عندي، بيقابل صخور وبيقابل جبال وأسلاك طيارة على عالية والكلام ده ماشي، فدلوقتي الحمام ده بيتخطى كل الأصعاب دي كلها. زاجل حمام وفي، بيحب صاحبه، بيحب يرجع لمسكنه يعني مع أي ظروف بتقابله، حتى لو لقد ممكن يوصل لحد المكان بتاعه وبعد كده يموت. يأتي المهرجان ضمن مسابقات الاتحاد المصري للحمام الزاجل في أول إطلاق للمتسابقين بالوجه البحري بعد توقف دام لنحو عامين بسبب جائحة كورونا. وفي نهاية المهرجان يحصل الفائزون في هذه السباقات على كؤوس وميداليات وشهادات تقدير.